السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تسونا جيمر، واليوم جايب لكم مقطع خاص ومميز وفريد من نوعه، وهو تحديث بخصوص القناة. فجالس أتابع إحصاءات القناة من لوحة التحكم عندي، فاكتشفت بعض الاكتشافات اللي المفروض أنها ما تصير. فزي ما أنتم شايفين بالصور قدامكم، عدد المشاهدين الغير مشتركين 74%، بينما المشتركين 25%. فهذا المفروض انه ما يصير. ليه ما تشتركون؟ عندكم زر احمر جميل، ترى ما بتخسرون حاجة، ترى اذا اشتركتوا ممكن يتضاعف عدد مشتركينا والمشاهدات بعد. فخلونا نعطيكم حسبة كذا، نسوي فيها علماء رياضيات، ناخذ مشاهداتنا ونقول لكم كم مشاهدة جات من المشتركين وكم مشاهدة جات من غير المشتركين. فهيا بنا نبدأ. عدد مشاهداتنا في الوقت الحالي 315,000 مشاهدة، ولله الحمد، مشكورين جزيلا. طبعا تقريبا 30% منها من فناف وورلد، فخلصتها فماني عارف ايش قاعد انزل، فجالس انوع حاليا. فخلونا نعود الى موضوعنا، 315,000 مشاهدة. اذا اخذنا النسبة المذكورة سابقا وهي 25% اللي هم المشتركين، فيكون لدينا عدد المشاهدات الآتية من المشتركين يا طويل العمر، عددها 78,750 مشاهدة، مقارنة بغير المشتركين الذي عددهم، خلونا نجيبها لكم الحين، فما نقوم به الآن هو أن نأخذ عدد المشاهدات الكلي ناقص عدد المشاهدات من المشتركين اللي هي 778,750، ونطرحها ونجيب الناتج. فعدد المشاهدات الآتية من غير المشتركين 230,000 مشاهدة. لماذا هذا يا غير المشتركين؟ زر السبسكرايب شيء جميل، فأرجو أنكم تشتركون. وشكرا للمشاهدة، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، الاشتراك لها أنتم، ومع السلامة.